خير، شو صاير؟ يبي يروح نخطب لأروى. طيب، أروى بتوافق يمّا، أنا سألتها. وليه تسألينها؟ مين قال لك تقولي لها؟ يمّا، أنت رافضة أروى؟ تبيني أزوج ولدي، الوحدة تقعد مع شباب؟ تقعد مع واحد غريب، ما احنا عارفين أصلاً من فصله، حتى أبوها ما يعرف متى تروح ومتى ترجع. نفس الكلام اللي قاعدة تقولينه عن أروى الحين قالوه الناس عني قبل كم شهر، الحين صايرة مثلهم؟ يبا عارفة إن هذا غلط، عارفة اللي قاعدة أفكر فيه غلط، بس وش أسوي؟ هذا إحساسي ما أقدر أتحكم فيه. بس بدر لازم يتزوج سعودية، بنت أصل وفصل، بنت قبايل. كمان عنصرية يما؟ معقولة يما؟ أنت اللي جالسة تقولين هالكلام؟ تقولين الكلام هذا عن أروى اللي ربيتيها كل هالسنين بدل ما تدافعين عنها؟ أنت لمتى بتظلين عايشة في وهم كذا؟ اسمك نجوت وأبوكي سلطان، بنت عربية سعودية، وغصب عليك بتحترمين عاداتنا وتقاليدنا، وغصب عنك بتعيشين زينا. بكرة بس تكبرين وتجيبين عيال بتفهمين الموضوع هذا. كيف تقولين هالكلام يما وأهل أبوك كانوا أساساً معترضين عليك؟ لأنهم اعترضوا علي أقول لك هالكلام. أنت وأختك وبدر جيتوا في آخر مرحلة في حياتي، أنتوا ما عشتوا اللي أنا عشته، ولا سمعتوا اللي أنا سمعته، ولا شفتوا اللي أنا شفته. علشان كذا لازم أحميكم من أنفسكم. تبيني أزوج أخوك؟ الوحدة باع سيارتي عشانها وعطاها 40,000. أشوفك ساكت يبا. لأني ما أبي أكذب عليك يا بنيتي، في قيم من السهل إنها تنكتب على الورق، لكن من الصعب إنها تطبق في واقعنا هذا. نجود، أنت حاطة في بالك إن الدنيا بخير؟ لا يا يمه، الدنيا ما هي بخير. بدر، بدر، والله يا نجود لو عارفة انك تدورين مكان مثل كذا كان علمتك من البداية. واو، المكان جامد، ولو عبناه كله مرايات بيصير بطل. بس اقول يا بنيتي، ما تشوفين المكان كبير شوي؟ لا يبا، انا ابي مكان واسع كذا يستقبل كل الفئات، السمراء، البيضاء، السمينة، النحيفة، الطويلة، القصيرة، الصغيرة، الكبيرة، كل البنات. ما ابي وحدة تحس ان في فرق بينها وبين اي وحدة ثانية. خلاص، اللي تشوفين اللي تشوفين. ممكن اسالك كم سؤال؟ ما بنمر على امي؟ لا، امي قالت انها بتجي بنفسها، اتركيها بس. خلاص، اعطينا بس يومين فكر ونرد لك. نمشي يبا؟